السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس إن شاء الله سأريكم طريقة تغيير الإيميل لحساب الفيسبوك. أولا نقوم بإنشاء حساب إيميل جديد على هذا الموقع الروسي. إذا كنت تريد إيميل خاص بهذا الموقع كما ترون هنا، هذا هو الإيميل قد قمت بإنشائه. يمكنك أنت أيضا تقوم بإنشاء حساب على هذا الموقع الجميل، فهذا الإيميل على الإشارة فقط فهو محمي وجميل جدا. الآن سأريكم طريقة تغيير الإيميل لحساب الفيسبوك. نذهب إلى إعدادات الحساب، من هنا نضغط على سيتينج، جيد، ثم بعد ذلك نذهب مباشرة إلى إيميل، نقوم بالنقر عليه هكذا، ثم ننقر هنا، نقوم بإدخال الإيميل الجديد، ثم نضغط على أد، جيد، ثم نضغط على كلاوز، ثم ننتظر قليلا. كما ترون هنا سنقوم الآن بتفعيل الإيميل الخاص بنا. سنقوم بإعادة تحميل الصفحة الخاصة بالإيميل، ثم بعد ذلك ستأتيك الرسالة إلى الإيميل الخاص بك. كما ترون هنا قد أتت الرسالة إلى حسابي على الإيميل. سنقوم بفتح الرسالة ثم نقوم بتفعيل الإيميل. كما ترون هنا قم بتفعيل الإيميل، كما ترون هنا سنقوم بفيريفيكاسيون. كما ترون نقوم بكليك هير، جيد. كما ترون هنا سنقوم الآن بتغيير الإيميل بالإيميل الجديد. كما ترون تقوم بتغيير الإيميل، سنقوم بالضغط على هذا الإيميل، وهذا الإيميل سنقوم بحذفه، جيد. كما ترون قد قمنا بتغيير الإيميل الخاص بنا كما ترون، جيد. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إلى دروس قادمة إن شاء الله.